يرجى من اتباع الاحكام في الخزائن العلوية. في حال كنت في مقصورة الدرجة الاولى يرجى استخدام منطقة التخزين المتاحة. في الدرجة الاقتصادية يمكنك ايضا استخدام الحيز اسفل المقعد التالي امامك. اثناء الاقلاع والهبوط يجب اغلاق الحوكمة اللاسلكي ودفعي الخاصية للجوال. في حال سقوط الهاتف اسفل المقعد يجب طلب المساعدة من افراد الطاقم لايجاده. يرجى عدم تحريك المقعد. And then help others. Even if you are a frequent flyer, it's a good idea to read the safety card in your seat pocket. It'll remind you of the safety aspects of this particular. The safety card in your seat pocket shows the life jacket location under or. كبروا سيدي رحلتك على قنوات العرض الجوي Airshow والكاميرات. If you're the champ, switch to the Airshow channels and.